بعد حركة البيزو بعد ما قدرنا نجحنا في ان احنا نشحن بطاريات قعدنا نفكر بقى عندنا بطاريات وفيها طاقه مخزنه قعدنا نفكر نعمل كتير نعمل ايه ففي واحد اسمه نيكولاس تسلا حضرتك تسمع عنه؟ تعرفش نيكولاس تسلا؟ ماشي مش كده ده الراجل ده كان زمان كان عنده حلم ان يعمل برج كبير يوصل بيه الكهرباء لكل الناس في جميع انحاء العالم فمشهور حاجه اسمها تسلا تاور بس لغايه دلوقتي محدش عارف ايه المكونات بتاعته ومن هنا جت الفكره بتاعت وايرلس الكتريستي ان احنا عايزين نبعت الكهرباء المخزنه في البطاريات دي لمسافات بعيده طيب ايه لازمته ان انا اعمل وايرلس الكتريستي اصلا اكتشفنا ان النقل بالاسلاك الكهرباء بيحصل فيها الكهرباء اللي بتمشي في الاسلاك بيحصل فيها لوس حوالي 40% هو برده ممكن في الوايرلس يحصل لوسز بس في خبر مؤخرا جابوا لنا الباشمهندس عارفين ان اليابان قدرت تنقل الكهرباء مسافه بتاع 10 كيلو متر حاجه قدره 100 كيلو واط فبالنسبه لنا احنا نقوم نعمل ايه؟ كفاكر اول حاجه احنا البطاريات اللي عندنا دي سي والتيار الدي سي الفريكونسي بتاعه زيرو فكده مش هينفع الكونسبت عندنا هبعت لمسافات بعيده فانا عايز العب في الفريكونسي فهحول من دي سي لاي سي وبعد كده اقوم مغير في الفريكونسي في الرينج اللي انا عايزه عشان ابعت لمسافات بعيده وبعد كده عايز اعلي الباور بتاعه السيجنال عشان برضو عايزين نبعتها لمسافات بعيد يبقى لازم اخلي بالي من حاجتين الفريكوانسي والباور بس حضرتك قلت لي لازم اخلي بالي انا هبعت بباور كام لان يعني في ليفلز من الباور ممكن تاثر على البني ادمين ممكن تاثر على الطيور يعني ممكن في طيور يحصل لها حاله وفاه من السيجنال اللي ماشيه في الهواء عشان كده هنخلي بالنا في نقطه الباور دي وبعد كده هنبعت على انتنا